من وسط الزاوية المحمدية الفوزوية الكركرية، بشرى لكل الفقراء، بشرى لكل أهل العلوي، بشرى لكل المسلمين، وهي إعلان شهادة الحق، إعلان شهادة الإسلام، إعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله يقوم بها أخ من دولة الكاميرون، وقد كان اسمه يعني في الماضي جي، والآن يعني تحولت بإذن الله على يد شيخنا سيد محمد فوزي الكركري رضي الله عنه وأرضاه إلى عبد الله، سماه عبد الله. نسأل الله عز وجل أن يجعله حقا عبدا لله، وأن يجعلنا كلنا عبدا لله، وأن ننور له قلبه، وأن يرزقه نطق الشهادة مع التحقيق بإذن الله. فإن شاء الله سيعلنها يعني تكرارا بعد شيخنا رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Je voulais remercier le Cheikh et vous tous ici présents pour votre accueil, et surtout vous dire à quel point je suis content de m'appeler maintenant Abdullah, parce que ce nom me renforce dans mes convictions et ça me renforce dans ma pratique quotidienne. Merci beaucoup.